بكل تأكيد. إنه علم مجنون، مجنون ده يعني جننا بمعنى الكلمة. كان فيلم جميل جدا جدا، ومن بدايته لنهايته ضحك ضحك. وأتذكر احنا كنا تقريبا احتكار سينما قصر النيل. يونايتد ارتس كل أفلامها كان في ديل مع المرحوم جعفر إن احنا أفلامنا كلها فنزل إنه عالم مجنون. وأنا كان زمان لازم الموزع المسؤول عن التوزيع يتواجد من وقت للتاني في السينما عشان يعرف رد فعل الجمهور. وكان مهم جدا الدراسة من ناحية إيه؟ الإقبال زيادة على الصالة ولا على البلكون؟ لأنه لو على البلكون دي فئة معينة اللي بتقبل على البلكون، الصالة الفيلم شعبيته أكبر. رد فعل الجمهور أولا الضحك مسموع يعني للشارع لميدان التحرير. بعدين حاجة تانية، وأنا موجود في الصالة الناس من كتر الضحك كان بيقوموا ويتهبدوا على الكرسي ويقوموا، واللي مع بعض ينخع في اللي جنبه مش عارف ايه، يسقف يضحك. عارف في ضحكه كده زي بعض الممثلين مش متذكر مين عندنا انه تضحك على ضحكته. ما هو الضحك عدوى، فتبص تلاقي واحد مثلا في الصاله تبص رد الفعل من الجمهور كله. ودي لاحظتها في الليمبي. انا ما كنتش شفت الليمبي، واتذكر لغايه دلوقتي كان في سينما جنينه في مدينه نصر، قالوا لي الليمبي وبتاع. كنت ساعتها واخد اجازه وراجع من الخارج وحاجه زي كده، ما شفتوش. دخلت الليمبي واقف، انا مش عايز احضر، انا عايز اشوف كده 5 دقائق 10 دقائق من الفيلم. كنت في زياره للسينما، فابص الاقي واضح انه الناس شافته قبل كده وبتشوفه تاني، لانه لسه بيقول كده ها ها ها. بتضحك ايه ده؟ لسه ما قالش حاجه. ففهمنا مع المده انه اللي بيعمل كده ده شاف الفيلم مره واثنين وثلاثه وحافظ السيناريو. يعني فيلم ايرما لادوس من الافلام الجميله جدا، وبرضه كوميدي حلو فيها. جاك ليمون كان له باع في ابارتمنت. وزعت افلام مارلين مورو يعني كذا واحد، شلالات نياجرا وسام لايكيت هوت، البعض يفضلها ساخنه دي افلام لا تنسى. جريت اسكيب من الافلام العظمه. the body guard. وزعت الفيلم الهندي كابي كوتشي كابي جام، يعني فيلم عظيم عظيم عظيم. في فيلم فشل في جميع أنحاء العالم ونجح في مصر نجاح يعني ما بعده، بيبيز داي اوت في السينمات. ما هو برضه زمان كان الشغل يختلف عن دلوقتي. كان لازم نروح السينما أول ما تنزل المقدمة بحفل أو 2 أو 3 من الحفلات اللي بتبقى فيها عدد كبير من الجمهور، مثلا زي حفلة 9 والويكند وكده، نشوف رد فعل الجمهور إيه. بمجرد ما نزلت المقدمة والعيال اللي ابتدوا والحرامية ومش عارف إيه، الناس بتضحك ضحك من قلبها والبعض بيسقف. ده دليل يعني زي ما اقول ايه، انا معايا شهاده الدكتوراه على طول. في قواعد كده في السينما، تسقيف ووقوف واندماج وضحك وبتاع. نجاح للفيلم تماما. تايتانيك العرض الخاص بتاعه اللي شفته كان مع اولادي، كنا في لندن. الشركه استدعتنا كل الموزعين جميع أنحاء العالم وشفنا الفيلم. طبعا قصة تايتانيك غنية عن التعريف لقيناه رائع. فأتذكر، مش عايز أقول أنا ما بحبش كلمة أنا، بس وإحنا نازلين من البلكون كده مسكت ولادي قلت لهم الفيلم ده في مصر هيكسر الدنيا. فاولادي يعني ما كانوش مقتنعين قوي، لانه عارف الرومانسيه يمكن في سن بعد 20 كانوا لسه فعلا لما نزل من اول يوم لاحظنا له، حتى من عملنا له عرض خاص، كان رد الفعل عظيم. هو نجح بجميع انحاء العالم، بس في بلاد يعني من ضمنها طبعا مصر نجح نجاح كبير قوي قوي، والسبب كمان انه كان في سينمات قليله في 5 وقتها كان عندنا يعني تصريح انه الفيلم يتعرض في 5 اماكن بس. وبعدين كان اول فيلم يعرض في سينما السيارات، الكوميدي والاكشن والافلام العائليه، هم دول اهم 3 نوعيه.